السلام عليكم. النهاردة حبايبي هعمل لكم مرجيحة كل الأطفال هيحبوها. دي المرجيحة اللي عملتها قديمة، بس احنا هنغير من شكلها عشان أعرفكم إن كل واحد ممكن يعمل بذوقه ولمساته. دي القاعدة، ودي أهم حاجة بيرتكز عليها المرجيحة كلها. عملتها من 6 أعواد. العود طوله 15 سنتش. لو انتوا عايزين تلزقوا الأعواد جنب بعض ممكن تعمل ب8. نظبطها كده، وبعد كده ايه نلزق بمسدس الشمعة. وقبل أي حاجة لازم نكون مجهزين مسدس الشمعة، نكون مسخنينه ومسطرة وقلم وكراسة عشان أي إيه حاجة بنكتبها. هنلزق هنلزق الستة اهم حاجه نظبط، لان القاعده هي اللي هتظبط كل المرجحه بعد كده، دي اساس الزبطون. ثبتنا ناحيه العود، نثبت الناحيه التانية، نثبت ونضغط، نضغط جامد كده عشان الأطفال لما يلعبوا بيها ما تتلخلعش. هنجيب قائمين وياريت تكتبوا عليهم عشان ما تتلخبطوش. قائمين، اتنين اتنين من ناحيتي واتنين من الناحية دي عشان نثبت عليهم القوائم. ده اول قائم بالنص بالظبط كده، ونقيس بالمسطرة يعني 7.5. نروح عاملين الشمع ونلزق ونضغط، وده القائم التاني. ده اللي هيمسك المرجحة كلها. مش هنعملها طبعا 7، هنعملها على شكل هرمي على شكل 8 عشان تدعم القائم. وهنلزق من ناحيتين ونثبت من الناحية التانية. العود الأخضر دوت 11.5 مقاسه، لكن البيج 15. فاحنا قشطنا كده اهو الحرف، اهو قشطنا الحرف عشان يبقى متساوي مع الحرف مع القاعدة. يعني سيبنا العود زي ما هو، ما قصرناش منه حاجة، غير قشطنا كده اهو على هيئة 7 من الحرف زي ما انتوا شايفين. ده القائم التاني، هنعمل زي الأول بالظبط
عشان هما دول اللي هيدعموا المرجيحة لما نلزقهم في القاعدة، نلزقهم الشمع ونضغط جامد هنجيب واحدة 15 سنتي وزيها بالظبط ونعملها من الناحية التانية كده، بتدي شكل أنضف وبتبقى أجمد عشان لما تثبت تثبت جامد. نفس الحكاية هنضغط جامد اهي، حط الشمع ونحاول نصبر شوية بقى عشان دي اهم مرحلة، اللي هي القاعدة دي اللي هتشيل المرجحة كلها. نصبر كده على الشمع لما ينشف خالص. لو انا مستعجلة شوية عشان التصوير انتوا ما تعملوش زيي، يمسك جامد كده دقيقة وهي تبقى جامدة خالص. هنعمل التانية نفس الوضع بالظبط. كده مظبوطين قوي. نسيبها بقى تنشف شوية ونبتدي نعمل الحتة اللي فوق اللي هي التندة. هنقص دي 15 سنتي، هنقصها 7.5 7.5، التمانية هيبقوا 16، التمن أعواد هيبقوا 16، تكون بمقص أحسن من ده. وهنلزقهم في قائم مش مقسوم. ادي كده هنعمل 8، ادي 1، ادي 2، ثلاثة بالراحة عشان متلخبطش، ثلاثة أربعة خمسة ستة، هو العود هيبقى 8 بالظبط، دول 6 هيبقى لسه 2 وهيبقى 8. نضغط جامد ومفروض بقى نقصهم كويس قوي قوي عشان انا المقص ما زبطليش الحروف. الناحية التانية كده 1 2 3 4 5
نخلص التمانية. ويا ريت نفرش اي مفرش قديم كده على الترابيزة عشان ايه مفيش حاجة توسخه. ادي كده التمانية، نسيبها تنشف شوية. نروح عاملين ايه، احنا حطينا العصاية دي من جوه، نحط دي من بره ونخليها فيها حرف حتة صغيرة كده عشان الجزء التاني يبقى بسهولة يتلزق فيها. يعني لازم نخلي حرف كده 2 مللي كده عشان هو ده اللي هيلزق فيه القطعة التانية. نصبر عليه كده اهو، اهو كده لزق. نحاول ننظف اول باول، ما نستعجلش، اهم حاجة ما نستعجلش. كده كده تثبت، هنسيبه برضو ينشف شوية. نيجي عند الكرسي بقى بتاع المرجيحة، هنجيب 6 ونقصه 4 سنتي، كل واحد 4 سنتي. الستة هنحطهم، هنلزقهم في خشبة، في عود حوالي 6 مع الحرف كده. وخلوا بالكم الستة دولت مفهومش دوران بتاع العود، من ناحيتين مفهومش خالص، هتعرفوا ازاي الدوران دلوقتي لما اعمل لكم المسند والظهر. خلاص ندعمها بقى من تحت بنفس القطعة 6 سنتي. ونثبتهم حلو قوي كده، نضغط نجيب بقى 6 سنتي 4 سنتي برضو نفس المقاس، بس ده من بحرف من على يعني على حرف واحد. الدوران بتاع العود الايس كريم، الدوران ده بيدي شكل جميل قوي. هنعمل 3 نفس اللون ونضغطهم، والتلاتة عشان ايه من ناحيتين. نضغط 3 نلزقهم بقى ونخلي الدوران من ناحية الأمام كده. ضغطت الاتنين، يبقى لسه بقى الظهر. هنحاول بقى نلونه كده بذوقنا، مش هقول لكم اعملوا حاجة ايه معينة، انتوا اللي يريحكم اعملوه. اهو نيجي برضو الاصفر نفس المقاس بالظبط، ونلزق. حاول تثبت جامد، اي حاجة مش ملزقة كويس نثبتها ونضغط جامد.
اهي كده بقت جامدة. هنلزقها اهو كده في الظهر. اهو نلزقها ونضغط جامد. انا خليت الحروف موف بتاعة الظهر، وهخلي اخر حاجة في اخر عود في المسند هخليه موف برضو، بس هخلي دي اصفر، الحلية اللي في الاخر كده عشان تبقى وش الكرسي شكلها حلو، عشان لو القص مش مظبوط ولا حاجة. نحاول نثبت، لو ظهر اي حاجة مش مثبتة نحاول نثبت، لكن بعد كده مش هينفع عشان بيعمل طبقة، الشمع بيعمل طبقة بتعوق شوية. اخر حاجة في المسند احط الموف، الناحيتين احلى حاجة بيفرح بيها الاطفال هي الاشغال دي. حاول نثبت كده اي حاجة عشان نثق ان هي مش هتقع خالص ولا تتكسر. ايوه عشان دي اهم حاجة برضو. لو عملتوها بالراحة هتبقى ادق من بتاعتي كمان. ودي 3 اعواد شيش طاووق. هنقص حوالي 8 سنتي، 2 8 سنتي، 2 8 سنتي. الناحية دي هنعملها اكبر، يعني دي صغيرة، 2 8 سنتي، التانيين هنعملهم حوالي 10 او اكتر شوية حسب ما تشوف. وهنثبتهم من ناحيتين. ثبتنا من ناحيتين اهو. هنقيس بقى، اي حاجة مش مظبوطة نثبتها جامد. ننضف اول باول، اي خيوط من الشمع كده بننضفها. دي هتبقى اكبر شوية، هتبقى واخدة وضع ميلان شوية، فلازم الميلان ده هتبقى اكبر شوية. نظبط واحنا بنعمل، لان ممكن اقول لكم 10، ممكن اقول لكم 11، ممكن اقول لكم 9، فايه حسب اللي تشوفه مناسب. نقص الاتنين قد بعض بالظبط بالملي. اهو نحطهم الحرف ده وحرف القائم ده من الناحيتين قد بعض بالملي عشان المركحة ما تبقاش معوجة. ايوه بالظبط كده، هو كده مظبوط. كده الكرسي
بتاع المرجيحة. نسيبه شوية كده، يبقى لسه قدامنا دلوقتي التندة، لازم يبقى برضو ندعمها اهو. دعمناها من ناحيتين بخشبة مقشوطة من ناحيتين عشان برضو تجمدها. بس ننضف كده كويس، كان اهم حاجة النظافة في المرحلة الأخيرة. حاولوا ان انتوا تنضفوها قوي بعد ما تخلص خالص. كده هنقيس اهو، كده مظبوطة جدا. هنعمل بقى ايه العصاية اللي بتركب فيها المرجيحة من جوه كده، ونروح مدخلينها ونثبتها تكون على قد التندة بالظبط. بس كده نحاول ننظف. ننظف بس اي حاجة، اي الفتل دي سهل تنظيفها قوي. والله انا واثقه ان انتوا هتعملوها احلى من بتاعتي. نثبتها بقى من ناحيتين من الخارج كده اهو، الشمع من ناحيه ومن ناحيه، واهم حاجه نثبتها جدا المرحله دي عشان جهه تشبك فيها كرسي المرجيحة. بالراحة كده نسيبها تنشف خالص. أيوة، أهم حاجة إن احنا نتبت جامد. هنسيبها تنشف شوية ونبتدي نعمل العلقتين. العلقة دي بتتجاب من بتاع المسامير، في نوع منها مقفول خالص ونوع مفتوح. الواحدة بربع جنيه، يعني ما فيش أرخص من كده. هنثبتهم بالشمع لغاية لما تنشف خالص. نثبتها بقى، نعلقها، هتبقى سلسة قوي في المرجيحة. في ناس بيعملوها بفتلة يعني، بس انا مش حابة ان موضوع الفتلة دي، هي كده بتبقى مرحرحة اكتر. اهي منتهى الجمال. هنجيب بقى عروسة كده لعبة أطفال ونحاول نثبتها كده مظبوطة. حط لها برضو لزقة عشان ما تقعش. كده يعتبر ايه، قربت تخلص. هنجيب حاجات الفضلة كده، حاجات كده خشب صغير محبش ارميه. هنحاول ايه نغير عشان تبقى مش عايزاها زي التانية خالص. هنحاول نعمل ايه على هيئة ايه، كأني ارنوب من جنبين. يشبكهم في بعض
على هيئة 7 ونثبتهم من الناحيتين. احنا لو سيبناها بالراحة هتنشف جامد قوي. نثبت التانية أهم حاجة، نزور على الشمع. ايه.